السلام، حياك الله يا غالي، شلونك؟ ايش اخبارك؟ الله يبارك فيك يا رب. معلم، مريض تنبيه بأدوية مستخدمة مجرعات. شوف، ما في قانون عام بالنسبة لموضوع الأدوية، يعني الأدوية هي بتفرض عليك حالة بالإضافة للحالة العامة للمريض. يعني هلا الأساس الموضوع إنه أنت دارس كيمياء تخدير مثلا كتخدير، ما بعرف أنت يمكن خريج تخدير وهيك ولا تمريض. المهم إنه في مادة اسمها أدوية التخدير، أنت بدك تدرسها، وبعد منها يعني يصير عندك معلومات عامة في أدوية التخدير. التخصص وين بيكون؟ بيكون حسب الأدوية الموجودة بين إيديك، فأنت بتختار الأفضل للمريض دائما، تمام؟ ودائما في اشتراكية بالنسبة لاختيار الأدوية، يعني دائما نشوف مثلا الشائع هو أتراكوريوم مثلا، مورفين أو فنتانين، فيتامين أو بوتيدين أو بروبوفول أو ناجدونال وهيك. حقيقة الموضوع يعني بقى أنت بدك دائما تختار الأنسب للمريض وحسب حالته، حسب الحالة اللي هو فيها. مثلا أنت إذا عندك مريض خايف ما يستنشق، فالخيار الإرخاء ما بيكون انتراكوريوم، كورو كورونيوم أو سكسنين وهيك يعني. فبشكل عام الأدوية والجرعات هاي إلها كتابة، إذا ما عندك إياها لا أبعت لك الكتاب، هو شيء 100 صفحة يعني، شغلته بسيطة. هلا المضاعفات ومدة الأنبوب، شوف الأنبوب بشكل عام يعني كل 3 أيام لازم يتبدل إلا إذا تسكر قبل، يعني فبسبب السداد المخاطي يعني، أو يكون في مخرجات غزيرة بالسبيل الهوائي، فبتبدل التيوب. يعني مثلا هلا ليك، أنا هلا بالعناية عندي طفل، بدلت له التيوب اليوم مرتين، عرفت شلون؟ فبس القاعدة العامة لتبديل التيوب هي 3 أيام، وبقى الأمر بيعود لطبيعة صدر المريض ودرجة إنتاج المفرزات وسبب وضع المنفس وهيك. مضاعفات، هلا أنت عندك الأنبوب الرغامي لازم يضل أكثر من 15 يوم، لازم بعد منه يعني تعمل فزع رغامي، لأنه ممكن يعمل لك تليف في الحبال الصوتية يعني، ويضغط لك على الرغامة بسبب الردع اللي فيه وهيك. هاي احدى المضاعفات، مثلا مضاعفات تنبيه القصبة وهيك. اختلاطات كثيره موجوده في محاضرات تنبيه، كمان بعت لك محاضره، لانه هي بالنهايه علم نظري الواحد بيكون مدركه بس ما قادر على شرحه كلياته بتفصيل مثل ما موجود بالكتاب، لان تعدادات كثيره للاختلاطات. ايما تحول التنبيه لفرغ جوابتك اذا كان انت عندك، شوف قاعدتين، اذا المريض طول اكثر من 15 على منفسه، او اذا طول اكثر من 3 ايام وانت عم تطلع هيك انه هذا المريض رح يضل على نفسه. مثلا مريض صار عنده توقف قلب وزيع عصبي وانعشته وشغل القلب، بس ازياء عصبي قائمه، صار عنده تموت دماغي، هذا المريض من ثاني يوم او ثالث يوم تفقره، عرفت شلون؟ انت تحطه اول يوم ثاني يوم خلص ضل عايش قلبه شغال، بس مريض بحاله انباتيه، ما في اي استجابه عصبيه ولا تنفس عفوي، فبتفقر المريض هذا بعد يومين ثلاثه، ما بتستنى 15، تمام معلم؟ فهي الفكرة. الفكرة تعبت لك تضل على 15 يوم يعني تضل مريض عادي مثلا عنده المفروض استنشاق، عنده كورونا، عنده شو ما كان، 15 يوم ضل على نفسه فبتفطر. طبعا الفقر هو إجراء طبي بيكون من قبل الطبيب يعني، بس هاي أنت لازم كمعلومات تدركها تعرفها. عندك الأنظمة المنفسي، أنظمة المنفسي معلم هو شيء لا يمكن شرحه بمقطع صوتي أو جلسة واحدة يعني، لذلك راح ادلك على مكان تدرس فيه انظمه تنفسي. تكتب على اليوتيوب التهوي الاليه التنفس الاصطناعي طلال نقاش، طالع قناه، هاي القناه بتروح لاول 40 فيديو منشورات فيها بيحكوا عن التهوي الاليه، ميكانيكيات الرئه وانظمه التنفس واختلاطات وهالسالفه، شرح كتير كتير حلو ومفعم يعني بالرسومات والمصطلحات يعني. فلذلك من هنيك تعلم التهوي الاليه، هني 40 فيديو، مده الفيديو من 15 ل 30 دقيقه. قلاء استقلابات تدبيرون، هذول شوف بقى انت بدك يعني، اول شغله اذا ما عندك فكره ابدا عنهم بامكانك تشوف بعض الفيديوهات التعريفيه عنه على اليوتيوب، اكتب اضطراب توازن حامض القلوي حماض القلاء بيطلع لك فيديوهات، شاهدها. الفيديوهات غير كافيه، الفيديوهات تعطيك بس فكره مبدئيه، بعد ما تشوفها بتبني شويه اساس او شويه قاعده نظريه، بتروح على محاضره ببعث لك اياها لاحقا ذكرني فيها، وبعث لك هاي المحاضره بتقراها بسبب كثير. شفت المفرزات؟ أيوة، بالنسبة للمفرزات يعني إذا كان المفرزات هضمية عادة تركب الجيوب يعني إذا بالمعدة، بينما إذا فموية بتشفطها من خلال السوند سكشن يعني. إذا مفرزات قصبية رغامية ف يعني بتحاول تعالجها، بتحاول تسحبها تشوف سببها وتعالجها يعني، ممكن تكون جرثومية أو فيروسية فالصدر الحيوي هون إلها لطة بلطة، والسحب تبعها بيكون إنه بيكون بسوند عقيم، وفي دار اسمها دار سحب المفرزات المغلقة، راح احاول ان شاء الله بركي بعمل عليها فيديو الايام القادمة. لكن مبدئيا هي يعني بتسحب لك المفرزات من التيوب وتضل موجودة في التيوب بدون ما تعيق التهوية،
وكمان انه بضل عقيمة هالشلون. بالنسبة لسحب المفرزات، اول شغلة انت بعد ما تدخل لجوا لحتى تطبق ضغط سلبي تسحب، ما بصير انت فايت ضغط تطبق ضغط سلبي، ثاني شيء ما بصير سكشن انت فايت سكشن انت وطالعة، مدة سكشن ما تتجاوز 10 ثواني وهيك. اي شغله بتعلق بمريض المنفسي قلت لك انت بقى هون الموضوع بدك تعتمد عليه كتراكمي. شلون يعني؟ يعني اليوم انت مثلا عمرك سنه فتتعلم من ابوك مثلا شغله، بترجع بعد اسبوع بتعلم شغله جديده، بعد اسبوعين شغله جديده، صار ما في 7 سنين تعلمت كل شغله، فكل يوم بعد يوم تعلم اكثر. فهذا الموضوع نفس الشيء فيك تطبقه على مجال التحضير والطب، انك تعمل شيء اسمه شيء اسمه التعليم التراكمي. اهم شيء انك ما تنام الا تكون كسبان معلومه جديده، يعني شلون؟ يعني ما تنام نظامي فعلا، ما تحط راسك على مخده وتغمض عيونك وتنام الا انك فعلا تمسك هيك وتستفيد معلومه جديده شو ما كانت بساطتها او تعقيدتها، المهم تستفاد معلومه. وحاول تدون المعلومات اللي بتلاقيها مفيده. التدوين بقى عندك تدوين الكتروني او رقمي او ورقي، عفوا الالكتروني بقى فيك تعتمد على مستندات جوجل، فيك تعتمد على ملاحظات بجوالك، فيك تعتمد على قناة تليجرام خاصة فيك وهيك، فأنت بتحط عليها معلومات لقيها مهمة بحيث كل فترة تراجعها وتربطها بهاشتاج ثابت لإلها. مثلا لقيت فيك معلومات عن تخطيط كويسة فبتاخدها بتحطها على هاي القناة أو على المستندات، تحط هاشتاج تخطيط، صار عندك 10 معلومات تحط هاشتاج تخطيط تطلع لك ال10 معلومات اللي لقيتها عشان سهولة البحث يعني. ما في اي مشكله، عم تقلي معلوماتك جيده، ايه على راسي ما في مشكله معلم. المعلومات انت قلت لك يعني الاساس في موضوع انك تركزها تدرسها وتطبقها عملي، والشيء اللي مانك فهمانه ما تضل مانك فهمانه، حاس عنه شلون اسال عنه لحتى توصل للنتيجه، عارف شلون؟ الله يبارك فيك وتحياتي لك، وذكرني قلت لك ابعث لك هاي الكتب الملفات اللي ذكرت لك اياها. حياك الله.